عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والمحبة في حلقة جديدة من برنامج سنبل الخير. وكما تعرفون أن هذا البرنامج مخصص للأشخاص الذين بحاجة للدعم اجتماعيا وصحيا. وصلنا الآن لمنزل منيا لنتعرف أكثر عن مرضها ومدى معاناتها بالفشل الكلوي ومضاعفاته. خلونا نتعرف أكثر، تعالوا معنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تفضل؟ شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، وصلنا لمنزل منيا نتعرف أكثر مع بعض عن حالتها الموجوعة من خلال التعريف بمرضها وأسبابه وماذا حصل لها أثناء العلاج. خلونا نتعرف أكثر، كيف حالك يا منيا؟ الحمد لله. عمرك كم يا منيا؟ 12. صف كم؟ صف سابع. سابع، كيفك شاطرة يا منيا؟ الحمد لله. يعني صح؟ شاطرة. أكيد شاطرة، أكيد أوائل صح؟ أيه. ما شاء الله. إيش تتمني تكوني في المستقبل؟ دكتورة. دكتورة، يا سلام. ليش تكوني دكتورة؟ هوايتي. إنك تكوني تعالج الناس، تساعد الناس، ها؟ أيه. الحمد لله. كيف حالك يا والد؟ حياك الله. أهلا وسهلا. كنت تعرف نفسك؟ عبد المهدي ثابت العلي. أهلا وسهلا يا المهدي. من أي محافظة؟ محافظة إب. أهلا وسهلا. طيب ممكن تكلمنا أكثر عن حالة منيا، مرضها، معاناتها؟ في البداية يعني بقي مرضها عندما كانت تروح المدرسة، كانت تجي لي يعني وقدي في صورة محرجة يعني، وأنا أتأمل للبنت. الأماني في حياتنا تختلف باختلاف الأشخاص الذين يحلمون بها، ومنيا قصة اليوم تروي أنها أصيبت بمرض أفقدها متعة الاستمتاع بسنوات حياتها. فلك الحمد يا الله دائماً وأبداً. طبعاً بزيتها مستشفى الثورة، يعني جاب لي غسيل مباشرة. كم بغسل لها؟ قالوا مرتين بس. ضربنا مرة مرتين ثلاثة أربعة، ما فيش فائدة. طبعا الجماعة قالوا ما في البنت. قلت البنت يعني جت لي من المدرسة طرحت، بعدها قالوا لي في المستشفى يعني ما بالله نفع الغسلتين، ذا الحين بين غسل الهواصل. طبعا تكلفة الغسيل زرت خيرات، مواصلات وعلاجات وإلى ما ذلك. كانت تظلي حين تجي من المدرسة قد يعني قد البنت قد في حالة ما عاد يشتم، كان يديها ظلن يعكش. كنا نوديها أي مستشفى ويعني يقولون أنه نكسر كالسيوم، وديناها مستشفى ثورة قالوا فشل كلوي. يعني انصدمنا في هذا الكلام. في قرية منيا تم التعاون مع والدها وجمعوا له 18,000 دولار ليتم تسفيرها إلى مصر بحب أخيها الذي قرر التبرع بكليته لها. لكنهم وما أن وصلوا هناك وبعد إجراء الفحوصات تبين أن أخ منيا يعاني من مشاكل كثيرة في كليته وأمراض أخرى، أحتاج هو الآخر بعدها للعلاج كي لا يصل إلى حالة أخته. قاموا جمعوا لي الجماعة في البلد 18,000 دولار. سافرت. سافرت لمصر مع أخوها. طبعا وصلنا فحصنا، طالت الفحوصات شهرين واصل يعني، وإحنا يعني نفحص. هل أجريت عملية السفر بسهولة أم صعوبة؟ يعني عملية السفر بالنسبة للسفر جلست في مار بخمس أيام وقت المرارة علشان الجوازات، قطعت جوازات مصر عام ما قبلون بالسفر وارجع امشي مار. جلست اسبوع انا عامل على الجوازات، بعدها رحلت عدن، جلست يعني مسة ليلة في عدن، استأجرت فندق ب25,000 شقة، واليوم الثاني رحلنا وصلنا يعني وصلنا لمصر بسلامة الله. أنولونا من دكتور لا دكتور، مختبرات ودا وفحوصات، المهم لا حتى نهاية تغلقت يعني شهرين وإحنا في فحوصات نفحص.
عندما قد احنا مودينهم غرفة العمليات يعني غرفة يضربوا الإبر، قالوا ليه دنهار أخوها ساعتها تلبى الجو معه فجأة يعني فجأة. أشافها الدكتور قال الدكتور مالك مشافر سودين، قالوا ليه يعني بقي في صحة يعني ما عاد يشتمم، قال الدكتور اسحبوه دو. ليش يا دكتور مصطفى؟ قال خلاص صرت عاجل الوليد يعني اقترب الموضوع اكثر. علي طلعت الانزيمات حق الكبد بسرعه، الوظائف بسرعه. ما عدنا احوال البنت، والله ما عدنا احوال البنت. سحبتهم من الغرفه حق الرقود وصرت فحصت على الوليد وعالجلت ب 2800 دولار. لحد الساعه هنا في البيت تعب لحد الساعه ما استرش جماعة. طيب شرت عين جي مع عبد الله 6000 دولار، يعني ما عاد في عمليات شتي 9000 دولار في المستشفى، مصاريف 3 اشهر يعني. من هناك قال ودي كليا، صرت اشتي كليا، قال لي ب 15000 دولار. طيب الجماعه اتصلت لهم للبلاد قالوا احنا ادينا لك الذي علينا، الذي علينا جمعناها لك، الآن دبر نفسك. 15000 دولار قاعد حق السفر، حق علاج ابنك، حق السكن، تخلص يعني هكذا يعني. قلت خلاص أنا برحل. عندما شفت الليل خلاص يعني ما عادش، عندما عادش حق هذا صرت عجلت له سفر عاجل، قدمت 50 دولار لسفره يسفروه. احنا زدنا جلسنا 18 يوم، قلنا عسى او هم يقولوا يعني مثلا يزيدوا يرسلوا لنا وندور كليه، قطعنا في مصر قد قطعنا مسافه طويله، فما قد يمكن يكون سفرنا لا طريق يعني. ضربت 20 يوم من بعد ما سافر الوليد في مصر. إذن فقد والد منيا المبلغ الذي جمع له في قيمة تذاكر السفر وعلاج ابنه وفحوصات ابنته. كليات تشتي 15000 دولار، وإذا لقينا الكلية نشتي مصاريف 13 ونشتي يعني تكاليفنا زعم صراحة في مصر يعني كله بالدولار. معانا باقي حاجة سفرنا حق الطريق نتوكل على الله بدل ما نستوي نعين حق الطريق. أيوة جلسنا سرنا أشرنا، جلسنا 13 يوم لما طلعت التأشيرة توكلنا على الله. هذا كله حصل قبل كم؟ هذا قبل ما قدمنا الله في خلف هذا الشهرين، هذا الشهرين فقط، لأنه ما قد لي من يوم جيت من مصر الله شهرين. فالآن الوقت الحاضر حنبت في وقت الغسيل، في حق الغسيل. الآن رحت علشان تسوي العملية خرج لك مرض النكة ثاني، وما فيش أي مبلغ، أي حتى مبلغ صغير لغسل الكلى يعني الغسيل الكلوي. هذا صح. هي كم تغسل بالشهر؟ مرتين. مرتين. كم له على الفشل الكلوي؟ متى حصل الفشل الكلوي بالضبط؟ سنة. سنة. وبالأسبوع مرتين. هل الغسلة الواحدة تدفعوا فلوس عليها أو مجانا؟ يعني بعض الأوقات لأني مش مجدولة يصلوا فيه جهاز هناك من حق الأوقاف يدخلوها تغسل. بعض الأوقات يعني ما تقول لو قد تمام ولا لا ما تشي تعني قدو مبلغ 20,000 25,000. أصبح هم الأب همين بإيجاد متبرع لابنته وبتوفير قيمة العلاج لها. عادوا إلى اليمن وقلوبهم مملوءة بالحزن وأعينهم غارقة بالدموع. عندما مشينا مصر البنت ما كانت في صحتها، يعني كنا نشيلها في أيدينا أو نسوقها في عربية. كانش تقدر تستطيع المشي؟ ما كانت تستطيع تمشي، لأنه عندما كان يسبروا لها القساطر في رقبتها الدم كان يتسرب إلى سطرها لحتى تكون إلى تحت انجافها. من هناك بدأنا بعد نبدأ لها الفحوصات، طلع عندها الدم متجمد على سطرها مع الحال الأيسر كامل، لا كانت تنام ولا تأكل ولا شيء. بدأنا نعالج هذا، تكلفنا هذا العلاج إلى الجلسة الواحدة إلى 1500 دولار 4 جلسات، وأعطونا جرع عبر الجهاز. قبل الجهاز كانت تستخدمها رابع جرعة، الحمد لله تحسنت البنت. عندما تحسنت وشافها الدكتور في صحتها العامة قال خلاص البنية تدخل للرقود على طول. صرت دبر كليا،
وعيد ما ينفعش انه ياخذ كليته نهائيا. ما ينفعش. حتى انا اتواصل معه واتس الوقت الحاضر اتواصل معه قال لا ينفع ابدا الا تدور اخ ثاني او كليه تطابق ونجري الفحوصات من هناك على طول. يعني انا اصبح الهم همين، هم العمليه وهم البحث على عن كليه مطابقه لكليه ابنتك. هذا الهم القوي ذا الحين، يعني اول ذا الهم بين ادور من اتلقى كليه مطابقه لان اخوها جاء مطابق 100%. والهم الثاني من عيدي لي كليته هو يشتي 15,000 دولار. والهم الثالث ذا الحين بين اضرب 50,000 في كل اسبوع غسيل. هذا يعني كل هذا المشقات بين قطعها والعرض. هذه العائلة الصغيرة التي تعاني الكثير أحتواها حب والدهم لهم، فالكون على اتساعه لا يساوي حنان والدهم عليهم، دموعه تدل على ذلك. وصلنا إحساس بحزنه على منيا الطفلة التي تحمل نبرات الأمل في صوتها وحبها للدراسة، ولابنه الذي زاد من همومه بمرضه ووجعه. الولد الذي طلع يعني دخلته مصر على ميد يدي الكلية لأخته في نهاية المطاف آخرة ما كانوا عي يدخلوا يضربوا والإبر طلعت فيه الوظائف والأنزيميا حق الكبد. لا أحد يستطيع أن يشعر بما في قلب هذا الوالد سوى الآباء، ففلذة الكبد غالية عليهم، إنهم يعرفون عمق الوجع على أطفالهم حين يمرضون. تستخدم الإبر حق الدم، الإبرة بناخذها ب6,000 ريال، يعني أربع إبر بناخذهم بالشهر من 6,000. تستخدم الهيباري الإبرة ب6,000. تستخدم حق الضغط، حق الضغط بنشتريه ب1,200 ريال. بتستخدم الكالسيوم، بتستخدم المغذيات المحلول، هذا اللي بتستخدمه يعني في كل غسلة. منيا الآن تقوم بعمل جلسات الغسيل لمرتين في الأسبوع. حالتها الصحية تزداد سوءا، وحالتهم المادية تركتهم عالقين بين البؤس والحرمان. أتمنى من الله أنه مش مبلغ يساعدوا بنتي فقط، أي مريض وهم ميسورين بهذا الشكل، لأن القضية قضية كبيرة علي وعلى غيري، مش أنه على شخص واحد. لو القضية تكلف 2 مليون 3 مليون مش مشكلة، يعني هذه أمور سهلة أتدبر، لكن القضية من فوق 20-30-40 مليون، يعني فتعتبر القضية أني على أكبر، حتى ذي معها الزرط أكبر من الزرط ذي معها. فأتمنى من الله على أنهم يتساعدوا كل مريض. وفيه هناك لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال داو مرضاكم بالصدقة، تمام ولا لا؟ الأمر مش بسيط، لو كان الأمر بسيط سهل مش مشكلة، لكن ذي معاهم فلوس، الفلوس هي منتهية، ما يبقى الله وجه الله، تمام الله لا. فالإنسان يكسب لآخرته يعني فقط. ولما الإنسان في تأمل الإنسان من كلمة واحدة قالها الله سبحانه وتعالى وكل نفس ذائقة الموت. يعني نقول أنه الآن بعد عون الله سبحانه وتعالى ما عاد في معنا إلا عون المشاهدين الكرام القادرين على دعم حالة بنتك بأكبر قدر ممكن، لأنه كما تشاهدون أعزائي المشاهدين أنه والد منيا كان فعلا يعني حابب انه يعمل لي العملية وسافر وحصل اشياء غير متوقعة، فهذا اللي خليه انه يتوجه للجمهور، يتوجه لفاعلين الخير، رجال المال والاعمال. فعلا يعني احنا مركدين الى الله سبحانه وتعالى ثم الى الذي معهم الاموال، يعني نتوجه في كلمتنا هذا اليهم بالمساعدة. حبيبتي إيش رسالتك لفاعلين الخير رجال الأعمال، إيش رسالتك لهم؟ أتمنى أنهم يصلحوا لنا خير ويساعدونا وجزاهم الله الخير. جزء مما تعانيه هذه الأسرة نقلناها لكم بصوتهم ومناشدتهم أملا بالوقوف معهم ودعمهم. والله ما عادي أول مرة نبقى كلمة مساعدة، هذه أول مرة. موقفنا يعني موقفناش بجانب بعض، إذا ما حد ساند بعضنا البعض يعني من بيساندنا؟ أكيد يعني ما فيش أي حاجة، يعني بالأول والأخير كل واحد يساند أخو المسلم. فأنا أقول لهم الذي عيت بادر معنا جزاه الله ألف خير، وهذا البنت
وهذه الفحوصات، وهذا على ما شرحنا لهم، وجزاهم الله ألف خير. من تبادر معنا جزاه الله ألف خير. ممكن تجيب لنا رقم رقم التواصل علشان أي واحد ممكن يتواصل معاكم يدعمكم من أجل عملية بنتك؟ طبعا الرقم هو 37673095، هذا رقم رقمي أنا شخصيا. أدي رقم الثاني حق ابني 70745914. أعزائي المشاهدين، هذه الأرقام التي ذكرها والد منيا هي الأرقام التي يمكنكم التواصل عليها، وسيتم أيضا عرضها لكم أسفل الشاشة للتواصل والدعم مع منيا التي بحاجة إليكم وبحاجة لدعمكم قدر الاستطاعة. خلونا ننتقل إلى الحالة الثانية، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا.